ايه الكلام اللي بتقوله ده يا راجح؟ ده كلام يطير في رجال. ستكم امنه هي اللي قالت ارضهم ترجع ليهم. ارض؟ ارض ايه اللي ترجع؟ ارضهم وسط ارضنا. قلت لها كده، قالت ياخدوا اراضي السنين اللي فاتت كمان. واه كمان؟ ده لا ضربوا فيها فاس ولا زرعوا فيها بسم. ده حقنا وحق عيالنا وحق اخواتنا. وجمال قال ايه؟ جمال كان رافض الاول، بس بعد كده سكت وشكله موافق، لا اتكلم ولا اعترض ولا عاود البلد. ما خبرش بيفكر فيه. بقول لك ايه؟ هي اخت عزيز لساتها عنديكم؟ ايوه. بتسال ليه؟ طب ما تتجوزها. صح، تجوزها واردهم تبردك. طب واخواتها؟ اخواتها مين؟ ده واحد هربان كيف المطريد والتاني ما عادش يعرف له طريق جر. مصيرهم يظهر ويرجعوا. يبقى خلاص، خلص عليهم هما التنين. نقتلهم؟ ايوه نقتلهم. واحد هربان من الحكومة ومحدش عارف يوصل له، والتاني محدش يعرف له طريق جرة. ايوه صح. عشان اكوش على كل حاجة لازم نقتلهم. تقتل مين يا راجل؟ تقتل مين يا ولد؟ يا ست احنا كنا تقتل. تعال عايزاك. وانت يا ولد صابر غورو، كلامي مع الكبارات غورو. شوف، عصام انكر اصلا انه اداك فلوس. يا باشا ازاي بس يا باشا؟ ورحمه امي هو اللي مديني الفلوس، انا هجيبها منين دي؟ انا اعمل لك ايه؟ مفيش دليل يثبت الكلام اللي انت بتقوله، كلمتك قصاد كلمته. يا باشا يا باشا بالعقل كده، واحد زي هيجيب الفلوس دي كلها منين؟ بالظبط كده، ما عندكش اي حاجه تثبت مصدر الفلوس دي، يعني ثراء بدون سبب. هقول لك تاني يا ابو خليل، انت لسه طالع من قضيه تعاطي اللي هي اصلا كانت اتجار، بس المحامي كان شاطر. بس هي حلو كده هترجع تتثبت تاني انها اتجار. وما تنساش ان قضيتك لسه مفتوحه. شباب يا باشا، اتجار ايه يا باشا؟ يا باشا يعني ورحمة أمي حسام اداني الفلوس دي وقال لي أقول إن محارب كان عايز يقتل الواد رامي ده عشان يجيب حق أمنا، فأنا ما أعرفش حاجة عن الفلوس دي والله يا باشا، مش أنا اللي جايبها يا باشا. تمام، أنا عايزك بقى تقول الكلام ده بالظبط في النيابة، اتفقنا؟ حاضر يا باشا، حاضر. استنى، الكف اللي اديتهولك ما كفاش. تطرح شيطان يا ولد، ما خبرش نار الدم دي اخرتها ايه؟ وعزتي وجلاله الله ما رضيتش اتحدد قدامهم عشان ما صغرتيش. ما تصغرتني لما كسرت كلامي وسخنت ولاد عمامك على ولد عبد المنعم. ما هو اللي بيحصل ده مش عدل. والعدل انك تاكل حق اليتامى وكمان عاوز تقتل يا ولدي، تغور الفلوس والارض قصاد انك تنام مرتاح البال. ده حقهم، لو ما خدوهوش منك في الدنيا هياخدوه منك في الاخره. ده حقنا احنا، احنا اللي تعبنا وشقينا في الارض دي اللي عايزه تتضايق عليهم داي. وانا بتحدث معاك ليه؟ حديتي مع الكبار. مش عارف والله اقول لك ايه، بس انت كده مش حاسس انك اتسرعت شويه؟ مش عارف افكر يا جماعه. انا عارف ان كان لازم اعمل كده من زمان، اديك شايف حياتي عامله ازاي دلوقتي. انا كان لازم اسيبها من اول المصايب دي ما حصلت لي. ربك يصلح الأحوال إن شاء الله، وكل حاجة هتبقى عال وترجعوا لبعض عن قريب. هي بس تلاقيها كانت محتاجة شوية وقت تستوعب فيه اللي بيحصل، أو أهلها ممكن يكونوا غصبوا عليها تقول اللي قالته ليه. أنا مستغرب بس من طريقتها، أنا اليوم اتحايلت عليها إنها تبعد عني وتسيبني، وهي كانت متمسكة بيا. انتحرت عشانها يا جمال وجت ورايا البلد. معقولة؟ معقولة دي البني آدم اللي كنت بكلمها في التليفون اللي كانت بتكلمني بالقوة والبرود ده كله؟ أكيد في حاجة حصلت. يمكن تلاقيها علشان تعبانة، حالها متبرجة. تعبانة؟ يا مالك؟